السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ ولد وصاني يعني بصراحة أكثر من مرة سألني، قال لي شلون أضبط الساعة مال السيارة، فراح أحاول أساعده وراح أساعده، لأن هسه غيرت الوقت مال سيارتي على مود أساعده. طب من هنا الإعدادات تصعد تروح على الضبط، تختار الساعة، منتبه وياي يعني من تتلحق تختار الساعة، تجي تختار هاي الفوق، طلع لك الوقت منها تغير بيه منها. هسه هي ب12 عندنا وخمس دقائق، تسويها هنا هاي الساعة ب12 وهاي الخمس دقائق مضبوطة، 4 دقائق نسويها 6 دقائق وتطي اوكي، تغير هنا فوق ب12 6 دقائق وترجع من هنا طبيعي، تبقى الساعة طبيعي وبخير والدلل، وبعد ماكو شي وبخير والدلل، وش تحتاج أنا حاضر.